عايش سمجي نتصور نهار كي من هذا يقعد جرافيه حتى في مخ الريسبونسابل مازال اللي يخدم في الكل. بطبيعة الحال أنا خدمت وخرجت ورجعت بيه ياسر أنه تكون ثم جماعية قدمي بس واحد كي يخرج يلقى وين يمشي يعني ما نرجع للأمور الجدية. الجماعية اللي ما عندهاش تاريخ وما تتكسش على تاريخ ما عندهاش مستقبل، ونحن التاريخ متاعنا حافل ياسر وكان مشرق أكثر من ماضي قريب، دونك يلزمنا نفتخروا به وزمنا نتمسكوا به وزمنا نعملوا الميزون فالور نتاعو ونلموا رجالاتنا الكل ونعاودوا نوقفوا على رواحنا. يعني ان جون ريسبونسابل كي راه شيء كي من هكا شنو النجم يزيد يعطيه وقاعد يخدم اكتوالمون؟ هو ان جون ريسبونسابل ما تخلى الريسبونسابيلتي هذيا لما راه الجماعه اللي قبله اللي ما راسو شاف يعني راه الجماعه اللي قبله هي لو كان ما راسش الجماعه اللي قبله عمره ما يقدم ويدخل. شنو هي الريسبونسابيلتي في الكلوب؟ الريسبونسابيلتي في الكلوب هي في المقام الاولاني معناها انه الشخص الريسبونسابل هو يحب يقدم حاجه لجمعيته ويلزم يقدم حاجه لجمعيته. سيدي بارك الله فيك. يا عايش.